فريق الاربعيني. انا بحاول اسهل لك الامور على قد ما اقدر في التمارين اللي انت هتتمرنها لما تروح الجيم عشان ما يبقاش الموضوع صعب عليك. اما تيجي تلعب بالبار سحب للظهر، افضل لك ما تاخدش البار من الارض على قد ما تقدر. حاول ان انت تحطها على حامل زي ده او على ترتين على الارض بحيث ان انت ترفع مستواها شويه عشان تقلل الحمل وانت بترفع. قاعده عامه دي هتسهل لك اللي انا هوريه لك دلوقتي. تمسك البار، لازم المقاس يكون واحد من جنب ايدك كده، من جنب رجلك، نفس المسافه الايند يعني. تاخد البار، ترجع سنه، كتفك فوق لورا تسقطه، صدرك قدام، تعصر المعده، تفرد ظهرك، تنزل تحت، الوقفه فوق او الوقفه تحت كده بيتحكم فيها الميزان. الاثنين صح، هتقف كده صح، هتقف كده صح. الكوع لو جوه فانت بتشغل العضلات الخارجيه، لو الكوع بره فانت بتشغل العضلات الداخليه. فعايزك تركز، مفيش حاجه صح في المطلق وغلط في المطلق. تحياتي.